المحترف ياباني. وقع المدرب يوسف بوزيدي رسميا على عقد لمدة 6 أشهر مع فريق سريع غيليزان المنتمي لرابطة المحترفة الثانية. بوزيدي أكد بأن إدارة السريع أقنعته بالتوقيع للفريق، ويهدف لتحقيق الصعود لرابطة المحترفة الأولى مع فريقه الجديد. تصريحات في ميكروفون أمين بن لصرك. ديجا القدر اللي داروه لي وفضلوني ممكن على بعض المدربين، هذا نقول باللي بعض اللاعبين ثاني كنعرفهم وقلت كاين فريق هذا العام، وخلاني يعني الشروط اللي قلتها كانت مقبوله، وان شاء الله يعني لي كونديسيون يكونوا يعني ريوني باش نحصلوا على الصعود هذا. لو كان شفت باللي على كل حال تكلمت الشروط اللي قلتهم راهم مقبولين، وصعود ليا مليح كفي البالماريس ليا، وخاصة الفريق اللي راه كيما قال الاخر لو كان انسان يوفق ربي ويصعد مع روديزان، انا نظن اللي اي حاجة كبيرة. اي مدرب يتمنى يحكم الفريق هذا، وفي الاهداف باينة، كاين صعود لان الفريق راه يحتل المرتبة الخامسة، انا نقول باللي يربح مقابلة يكون في المرتبة الرابعة الثالثة، يخسر يولي تحتها.